الواحدة ظهرا 11 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تتقاعس عن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، وخلال اجتماعه بعدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، أوضح مدبولي أن هناك إصرارا شديد على إحداث نقلة نوعية في هذا الملف قبل نهاية العام الجاري. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف ما يزيد عن 50% من إجمالي المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر والمحولة على منافذ صرف صندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد، ونوهت الوزارة إلى بدء عملية صرف المعاشات، ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر، وذلك من خلال جميع ماكينات الصراف الآلية المنتشرة على مستوى الجمهورية ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومكاتب البريد وكذلك البنوك بمناسبة أعياد أكتوبر. قالت قبرص إن الإجراء التركي بإرسال سفن حفر إلى منطقة تابعة لنيقوسيا لاستكشاف الغاز في البحر المتوسط يعد تصعيدا حادا وانتهاكا للسيادة القبرصية والقانون الدولي، مشددة على أنها لن ترضخ لتهديدات أنقرة. وفي بيان شديد اللهجة اتهمت الرئاسة القبرصية تركيا بتكتيكات البلطجة لعصر مضى منذ فترة طويلة، ودعت تركيا إلى سحب سفنها من المنطقة، وأوضحت أن هذا الابتزاز الجديد هو نموذج لتحدي تركيا النداءات المتكررة للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوقف أنشطتها غير القانونية. ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الصورة التي خرجت عليها بطولة العالم لألعاب القوة في قطر تثير الشكوك حول قدرتها على استضافة كأس العالم لكرة 2022، وأوضحت الوكالة أن الزوار الأجانب الذين حضروا البطولة انتقدوا مدرجات المتفرجين الشاغرة في استاد خليفة مكيف الهواء فضلا عن العثرات والأخطاء في التشغيل والتنظيم، إضافة إلى قلة المنافذ المخصصة لتقديم خدمات بيع المياه والمشروبات. أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية نجحت في إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف العملية الانتخابية التي تجرى بالبلاد في الفترة الحالية، وأوضحت الوزارة أن القوات الأمنية المختصة في جرائم الإرهاب ألقت القبض على عنصر إرهابي مطلوب لدى السلطات بعد نصب كمين له في محافظة المهدية، مشيرة إلى أنه كان يستعد في هذه الفترة إلى تنفيذ عملية إرهابية بمساعدة خلية إرهابية. ولم تفصح الوزارة عن هوية هذا العنصر، لكنها أكدت أنها تواصل مع العديد من العناصر الإرهابية بالخارج وبايع التنظيم الإرهابي داعش. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.